ادخل الى الرابط واقدم نعم معلوماتي فقط، بيانات شخصيه نعم. اول شيء بيانات الشخصيه راح تكون، ثانيا بيانات المركبه يعني رقم الشاصي نعم، رقم المركبه نعم، تفاصيلها ايضا، صوره للسنويه سنويه المركبه زين، والبطاقه الموحده حصلا. فاتنا ان نقدم انه اللي عنده سنويه مشروع وطني فقط والبطاقه الموحده حصلا يقدر يقدم على هاي الخدمه. اقدم هاي المعلومات نعم الكترونيه مع باقي البيانات نعم. بعدها من راح استاذ عماد اذا اقدر افصل لك، استاذ علي اذا اقدر افصل لك بالتفصيل، بعد ما راح يضغط حفظ زين راح تجي رساله نصيه، راح يطلع له باركود يحتفظ به نعم المواطن، هاي المواطن هو قاعد ببيته نعم، راح تجي يضغط حفظ، راح يجي اشعار للمرور انه المواطن رقم مركبته انه يريد يقدم على هذه الخدمه نعم. هنا احنا عندنا كوادر خصصناها، راح يسحب له استماره في مديرية المرور العامة، يسحب استمارة، تدقق غرامات سرقات تؤرشف. منو اللي يسحب استمارة؟ احنا مديرية المرور العامة. انتوا المديرية. كوادرنا ايه، هو المواطن ببيته، المواطن قاعد ببيته. حلوة هاي. ايه. نسحب استمارة ندققها نتأكد منها مواطن نفس ايه؟ السنوية. يعني انتوا حتكملوا لي المعاملة وتجيبوا لي هذا المعدن لبليته هو راح الى البيت. تفاصيلها يعني تفاصيل تؤرشف. زين. راح تجي رسالة نصية على رقم الهاتف المثبت زين للمواطن. زين. تجي رسالة نصية تحتوي على رابط الكتروني. يفتح الرابط الالكتروني يدفع رسوم اللوحات يعني على الفيزا كارد خلينا نسميها او الماستر كارد او الخدمه اللي عنده نعم نعم، ورا ما راح يدفع الرسوم الكترونيا ايضا الكترونيا، راح تجي اشعار لمديريه المرور العامه لكوادرنا انه المواطن تم دفع الرسوم. هنا احنا نبدا المرحله الثانيه، هي طباعه اللوحه المعدنيه مالته زين، نطبعها زين نكملها نجهزها، ورا راح يتصلون بالمواطن ويروحوا للداره مفرزه مروريه تثبت اللوحات في دار المواطن على مركبته. هاي خلال ايش قد العمليه؟ يعني ما بين التقديم وتثبيت اللوحات في الدار او في المنزل. احنا العمليه يوم بيوم راح تكون، لكن هو من راح يقدم زين. راح يقدم تدقق المعامله. هي ايش قد تحتاج يعني هاي يعني كامل المعامله من تدقيق الى اخره ملء بيانات يعني الى الوصول لمرحله تثبيت اللوحات. راح تكون يوم بيوم، يعني اليوم انا المواطن مثلا يوم بالليل، انا خلينا نقول اليوم بالليل انا قدمت اقدم على الخدمه زين، كوادرنا ثاني يوم بدايه الدوام الرسمي صباحا راح يجون على الطلبات نعم يختاروها يدققوا الطلبات الموجوده. مثل ما قلت لك ما تفضلت، احنا حاليا راح نبدا بمركبات الخصوصي، مركبات خصوصي بغداد حصرا، اللوحه المستطيله الكل يعرف انه حاليا احنا في مديريه المرور العامه. لا لا قبل هاي اي جايك على هاي اللوحه المستطيله لا لا حتى المواطن اللوحه الحجم او الشكل يعني اليوم احنا او الشكل المربع ان شاء الله مؤمل بعد الساعه الثانيه عشر تطلقون هاي الخدمه.